عندنا كلام كتير على ماتش امبارح عندنا كلام مهم كمان على كلاسيكو الارض النهارده البارسا والريال بس امبارح خليني ابتدي بسؤال لساره كده بعد ما اقول لحضراتكم مساء الخير واقول لها هي كمان مساء الخير مساء الخير يا ساره مساء الخير عليك يا عم. كان في حاجه امبارح عالمي عالمي بكل المقاييس ايه هي حاجه امبارح على الماتش بتاع امبارح اه قول قول إيه؟ يعني بصراحه هي اكتر حاجه عجبتني امبارح قول ايه بيكم لا ها. ملعب الاهلي و السلام اكيد بجد أكيد. بجد. طبعًا. بجد بجد شابوه بجد الحقيقه امبارح حسيت قد ايه طبعا الصوره ما كانتش وحشه يعني الملعب من اول ما افتتاحه ومن اول ما بقى ملعب النادي الاهلي واحنا لاحظنا فرق كبير جدا لكن المظهر او الشكل اللي ظهر امبارح الملعب عليه عالمي بكل المقاييس ونتمني الحقيقه يعني بجد بجد مش تحيز قارنته بكل ملاعب اوروبا لقيت انه مفيش فرق كبير جدا ومفيش فروق اساسا ملعب يليق بفريق النادي الاهلي الف مبروك علي النادي الاهلي ولسه علي فكره في مراحل جايه من التطوير